أهلا بكم متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، مساء الخير من مدينة مرسى مطروح التي تشهد أمطار غزيرة مع بداية وصول المنخفض الجوي، أمطار رعدية وأصوات البرق والرعد وأضواء الرعد. مع بداية وصول المنخفض الجوي المتوقع على السواحل الشمالية الغربية، حيث بدأت الأمطار في الهطول بشكل متقطع وبغزارة خفيفة، إلا أن مع دخول هذا المساء بدأت الأمطار وأصوات الرعد والبرق تظهر في السماء، وأصوات عالية جدا كانت منذ دقائق، الأصوات عالية جدا مع هطول أمطار غزيرة. وكما تشاهدون حضراتكم مشهد السماء والغيوم الكثيفة التي تشير أو تشي بفرص لسقوط أمطار على مناطق الساحل الشمالي الغربي، ومن بينها مدينة مرسى مطروح التي تشهد حاليا سقوطا للأمطار. ولعلكم حضراتكم ترون ضوء البرق الذي يظهر من حين إلى آخر، وصوت الرعد الذي يتكرر. ها هي أصوات الرعد ولكن أقل حدة، والبرق يضيء السماء من حين إلى آخر أيضا، ولكن منذ قليل كانت أصوات الرعد عالية جدا. مياه الأمطار مع الاستعدادات التي تمت خلال الأيام الماضية في محافظة مطروح لا أثر لها بشكل كبير. الأمطار تتصرف في مصارف وشنايش تصريف الأمطار، لم تحدث تجمعات في هذه المنطقة التي نتواجد فيها. كما يظهر الشوارع خالية من المياه رغم غزارة الأمطار التي تساقطت منذ دقائق قليلة، ولكن هناك مناطق أحيانا تحدث فيها تجمعات لمياه الأمطار وتتعامل معها أجهزة المحافظة، تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والمناطق المختلفة أولا بأول، خاصة وأن محافظة مطروح لديها خبرة أو أجهزة المحافظة لديها خبرة، وخاصة فرق الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار والسيول، ويكون هناك أسطول من السيارات والمعدات تنتشر في المناطق المحتمل تعرضها ل تجمعات مياه الأمطار أو السيول للتعامل معها بشكل سريع خلال سقوط الأمطار، وبعد سقوطها يتم التعامل معها وتصريف مياه الأمطار والأماكن التي تحتاج إلى شفط وكسح المياه، خاصة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح لديها أسطول كبير من المعدات وفرق للطوارئ والتدخل السريع في أزمات موسم الخريف والشتاء، موسم سقوط الأمطار، بالإضافة إلى مجالس المدن والدفاع المدني وغيرها من أجهزة المحافظة التي تتعاون فيما بينها للتعامل مع التغيرات المناخية وسقوط الأمطار. نذكر متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع أننا في مدينة مرسى مطروح التي تشهد حاليا أمطار رعدية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى
كما يظهر أمام حضراتكم من حين لآخر ضوء البرق في السماء وأصوات الرعد التي تدوي بشكل كبير من حين إلى آخر، ولكن هذه الدقائق توقفت الأمطار وتراجعت حدة أصوات الرعد، لكن نشير إلى أن بداية المنخفض الجوي المتوقع وصل إلى السواحل الشمالية الغربية بعد أن شهدت ليلة أمس ونهار أمس سقوط بعض الأمطار الخفيفة جدا على مختلف مناطق المحافظة بشكل متقطع. أما اليوم فالأمطار تساقطت، أو منذ قليل تساقطت الأمطار بشكل كبير، أتوقف عن الكلام لعل حضراتكم تسمعون أصوات الرعد وضوء البرق في هذا التوقيت. أمطار الخير إن شاء الله، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم حوالينا وليس علينا. أجواء مبهجة في مطروح، أهالي مطروح يفرحون بسقوط الأمطار ويبتهجون بها كثيرا ويطلقون عليها دائما أمطار الخير، لأنها هي مصدر الحياة والمصدر الرئيسي للري في الصحراء، كون أن محافظة مطروح بعيدة عن نهر النيل ويعتمد بشكل كلي على الزراعة المطرية في الوديان والمناطق الصحراوية المتفرقة، خاصة مع جهود الدولة خلال السنوات. تشاهدون حضراتكم هذا المنظر البديع، سبحان الخلاق العظيم. البرق في السماء يظهر من خلف السحب، صوت الرعد وضوء البرق يظهر أمام حضرتكم الآن في المناطق التي تقع تحت التقاء الغيوم وتصادمها، تتساقط الأمطار بشكل غزير. هنا تراجعت حدة الأمطار، ولكن في الناحية الجنوبية الغربية من مدينة مرسى مطروح والتي يظهر فيها صوت البرق، هناك أمطار تتساقط حاليا أكثر من وسط المدينة حيث نتواجد، وأيضا في الناحية الأخرى كما تلاحظون حضراتكم كثافة الغيوم ولونها الداكن يشير إلى فرص لسقوط أمطار مرة أخرى. وكما ذكرت أهالي مطروح يبتهجون بهذه الأجواء ويفرحون بها ويسمونها أمطار الخير، وعندما تتأخر في الهطول يقيمون صلوات الاستسقاء طلبا للغيث، حيث أن هذه الأمطار هي التي تبعث الحياة في الصحراء، حيث الزراعة
وتربية الأغنام والماشية والشرب من مياه الأمطار بعد حصادها في آبار وخزانات كبيرة يتم استخدامها في المناطق المختلفة على مدار العام، وتهتم الدولة خلال السنوات الماضية في حفر أعداد كبيرة من الآبار والخزانات، وأيضا إقامة سدود احتجاز مياه الأمطار في الوديان من أجل استخدامها في الزراعة بدلا من انجرافها في مجاري تتحول إلى سيول وتذهب إلى البحر وتأخذ معها أثناء الجريان، تأخذ الطبقة الخصبة للأرض، الطبقة العلوية الخصبة للأرض، ولكن يتم حصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في استخدامات الزراعة الموسمية. ومن المعروف أن محافظة مطروح تتميز صحراءها بالزراعة الأورجانيك خاصة في الخضروات والتين والزيتون واللوز والرمان وغيرها من الزراعات التي تتحمل ملوحة التربة الصحراوية وتتحمل العطش، حيث تروى خلال فصلي الخريف والشتاء وتثمر خلال الصيف، ويتم زراعة المحاصيل والخضروات على مياه الأمطار في الوقت الذي يتم فيه تجميع مياه الأمطار وحصادها في خزانات وآبار تنتشر في الصحراء خاصة في الشريط الساحلي ومحاذاة الشريط الساحلي من مدينة العلمين شرقا وحتى الحدود المصرية الليبية غربا بطول حوالي 500 كيلومتر تنتشر الآبار والخزانات. وهناك أيضا آبار قديمة تعتبر آبار تاريخية أو أثرية يطلق عليها الآبار الرومانية منتشرة في الصحراء تستخدم حتى الآن ويتم تطهيرها وتأهيلها ويتم تخزين كميات كبيرة فيها من مياه الأمطار بالإضافة إلى المشروعات التي تقيمها الدولة على مر العقود الماضية وتزايدت خلال السنوات الأخيرة بحفر مزيد من الآبار والخزانات في الوديان الصحراوية وأماكن سريان وتجمع مياه الأمطار. أمطار الخير على مدينة مرسى مطروح، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم ارزقنا خيرها. أمطار رعدية تساقطت على مدينة مرسى مطروح وتوقفت الآن في حين أنها تتساقط في مناطق أخرى حسب كثافة واتجاه السحب والغيوم، تتساقط في مناطق مختلفة حيث أن مساحة محافظة مطروح تزيد عن أو مساحة محافظة مطروح هي ثاني أكبر محافظة في مصر بعد الوادي الجديد من حيث المساحة، وتتسع بمساحات شاسعة، تشهد المناطق الساحلية أو الواقعة على الشريط الساحلي سقوط أمطار بشكل متباين سواء من حيث الغزارة. هناك 7 مدن تتكون محافظة مطروح من 8 مراكز مدن، منها أو من بينها 7 مراكز مدن على امتداد الشريط الساحلي، وهي الحمام والعلمين والضبعة
ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، وتبقى المدينة الثامنة أو المركز الثامن هو واحد سيوة جنوب مرسى مطروح ب 300 كيلومتر، وجميع المدن الساحلية تشهد سقوط أمطار بشكل غزير ومتوسط طوال فصلي الخريف والشتاء، ولكن واحد سيوة بعيدة وطقسها قاري لا تشهد سقوط أمطار إلا نادرا وفي حالات قليلة وأوقات محدودة. نتمنى دائما أن تكون أمطار خير ويظهر البرق، ومرة أخرى أجواء أكثر من رائعة خلال فترة المساء مع سقوط الأمطار وأجواء التغيرات المناخية والبرق والرعد في سماء المحافظة. نتمنى دائما أن تكون أمطار خير. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم احفظ مصر واحفظ جميع بلادنا، ونتمنى لكم دائما السلامة، وسنعاود معكم دائما المتابعة والتغطيات عبر تلفزيون اليوم السابع لحالة الطقس والأجواء الخريفية الممطرة، والمتوقع استمرار سقوط الأمطار خلالها خلال الأيام والساعات المقبلة. ولكم مني كل التحية، كنت معكم حسن مشالي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة مطروح.